31 سنة تقريبا مرت على عودة سينا. كل حبة رمل في سينا حزينة جدا، لأن أفاق التنمية اللي كانت متوقعة في سينا لم تتحقق على الإطلاق. بس تعالوا مع حضراتكم تعبير أحد شيوخ القبائل في سينا، بيقول سينا رجعت لمصر لكن مصر ما رجعتش لسينا. بالتأكيد، لأن جغرافيا سينا رجعت لمصر، لكن أفاق التنمية الحقيقية اللي كان بيطمح فيها أهالي سينا ما رجعتش، ما فيش أي نوع من الاهتمام. في كل احتفالات عيد تحرير سينا بتجد خلال أسبوع أو 10 أيام بالتأكيد، ضيفي بيقول يوم قبل ويوم بعد عيد التحرير بيكون في اهتمامات وحديث عن أفاق التنمية بشكل أو بآخر خلال المرحلة الجاية، ولكن بنيجي للعيد الجاي والأمور هي هي زي ما هي. على أي حال، إحنا دورنا مع حضراتكم بنقول الواقع، بنتعرف على المشاكل الحقيقية، بنعرضها على السادة المسؤولين، لعل يكون في أمل حقيقي خلال السنوات القادمة بإذن الله. مشاهدينا، يعني بيكثر الحديث خلال هذه الأيام زي فوزي ما قال عن تنمية سيناء وأفاق وفتح أفاق جديدة للاستثمارات في هذا المكان المهم جدا على أرض مصر. معنا للحديث عن هذا الموضوع ضيفين عزاز علينا، دكتور عبد الرحيم عميرة خبير التنمية البشرية بسيناء، أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك. ودكتور مدحت خفاجي الأستاذ بمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية لحزب الوفد سابقا، برحب بك دكتور. والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية صباح الخير. خليني عفوا تسمح لي ابتدي مع دكتور عبد الرحيم، ولكن بعد ان نتابع مع حضراتكم ومع سادة المشاهدين هذا التقرير، ابقوا معنا مشاهدينا، نبدا الحوار فورا بعد التقرير. واحد وثلاثون عاما مرت على تحرير كامل تراب شبه جزيرة سيناء من قبضة الاحتلال الاسرائيلي، ورفع العلم المصري عاليا خفاقا في كل شبر من تلك البقعة الغالية من أرض مصر، في معركة أثبتت قدرة الجندي المصري على التحدي وفرض إرادته حربا وسلاما. ومنذ ذلك الحين باتت أرض سيناء بالنسبة لجميع أبناء الشعب المصري أرضا للأحلام، تداعب أحلام تنميتها مخيلاتهم سنة بعد سنة وعقدا بعد عقد، لكن شيئا لم يتحقق فعليا على أرض الواقع طوال سنوات حكم النظام السابق المتهم بتعمد إهمال تعمير سيناء وتجاهل القدرات الطبيعية والجغرافية الجبارة لها. بعد ثورة 25 من يناير من عام 2011 تغيرت نظرات الحكومات المتوالية لسيناء إلى الأفضل، بدءا باللقاءات الثلاثة لرئيس الوزراء الأسبق عصام شرف في أول زيارة له عقب توليه المنصب لسيناء، لا للتهميش لا للاضطهاد لا للتفرقة في المعاملة، وانتهاء بإنشاء جهاز تنمية سيناء بقرار من الرئيس محمد مرسي، وكذلك إعادة النظر في قوانين تملك الأهالي للأراضي والحديث عن مشروعات اقتصادية تجعل من سيناء قاطرة التنمية المصرية في المستقبل القريب. خطوات تشي بأن تغيرا فعليا قد طرأ على طريقة تعامل القاهرة مع الملف السيناوي، لكن يبقى الملف الأمني في نظر خبراء هو أخطر العقبات التي تقف في طريق أي مشروع تنموي بتلك المنطقة التي تتسم بوعورة أراضيها، ما يجعل منها ملاذا آمنا لمسلحين وتجار مخدرات. وفي هذا السياق تنفذ قوات الجيش المصري حاليا سلسلة عمليات عسكرية في عموم الأراضي السيناوية لاقتلاع أوكار المسلحين، لا سيما بعدما استهدفوا إحدى النقاط الأمنية التابعة للجيش المصري استشهد على إثرها 16 جنديا، فضلا عن استهداف خط نقل الغاز في أكثر من مناسبة. أوضاع دفعت بمراقبين للتأكيد على أهمية أن تولي الدولة المصرية رعاية خاصة لشبه جزيرة سيناء من خلال جعلها منطقة جذب سكاني، وهو حل يهدف بوجهة نظرهم لتكوين كتلة بشرية، مما يخلف مناخا رادعا لأي جهات فوضوية، وفي الوقت ذاته يساعد في بناء تنمية حقيقية بذلك الجزء الغالي من تراب الوطن. مشاهدينا، بنرحب مجددا بضيوفنا في الاستوديو، الدكتور مدحت خفاجي الاستاذ بمعهد الدراسات السياسيه والاستراتيجيه لحزب الوفد سابقا، والدكتور عبد الرحيم عميره خبير التنميه البشريه بسيناء.
ولكن نجلاء اسمح لنا ان احنا نذكر حضراتكم بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصه على الفيسبوك الخاصه ببرنامج هذا صباحا. بنتلقى كل التعليقات من حضراتكم. وخلوني في البدايه قبل ما نبتدي الحوار تعليق من الاستاذ وليد غريب بيقول: تنميه سيناء موضوع مكرر ولا يستطيع احد وضع حلول له، والاساس هو اتفاقيه السلام مع اسرائيل التي تعرقل اي تنميه او تعمير لسيناء حتى تصبح منطقه عازله غير مأهوله للحفاظ على امن اسرائيل في الاساس. دكتور مدحت، راي حضرتك في هذا التعليق قبل ما نبدا حوارنا بشكل مفتوح؟ لا، الحقيقه ده مش مظبوط الحقيقه، لان هو ما حددش القوات الشرطه تبقى قد ايه. دول واحده، هو حدد القوات العسكريه. فهي اللي بيحفظ الامن هي قوات الشرطه اساسا. يعني بس هي تنمية سيناء مش امن فقط يا فندم، مش امن فقط، هي مالهاش دعوه بالحكايه. طيب دليل على كده ان القوى السياحيه في شرم الشيخ ودهب والمبيعات عملت. خلينا نبتدي مع الدكتور عبد الرحيم لو تسمح لي، لان الدكتور ثري جدا باعتباره معايش للمشاكل بشكل حقيقي. كل سنه وسيادتك طيب في الاساس وكل اهل سيناء. يعني انا عايز اقول احد شيوخ القبائل بيقول ان سيناء رجعت لمصر لكن مصر ما رجعتش لسيناء. في كل احتفال كل عام بنتكلم كتير جدا عن افاق التنميه في سيناء باشكال متعدده ومشروعات عديده. سيناء هذا العام كيف تراها انت؟ بداية احنا بنقدم التهنئة للشعب المصري وللجيش المصري بمناسبة أعياد تحرير سيناء. عظيم. وإذا كنا من فترة سابقة الجيش المصري عبر لتحرير سيناء وسانده الشعب المصري بكامل أطيافه وبكامل محافظات اللي هي موجودة. في ثورة 25 يناير قام الشباب بثورة ساندها الجيش. وكان هذا يسمى العبور الثاني. نحن الآن في احتياج إلى عبور ثالث لتنمية سيناء وتعمير سيناء. القوات المسلحة قامت بدور في تعمير سيناء، ولكن ليس هذا هو الدور المأمول والمطلوب عند المواطن المصري السيناوي اللي موجود. القوات المسلحة عملت مصنع للأسماك موجود في سيناء. لكن احنا نتمنى ونأمل أن يكون للقوات المسلحة عبور فاعل وحقيقي لتحقيق التنمية في سيناء، ليس الاكتفاء ببناء مصنع، ولكن من خلال إحنا نعرف أن القوات المسلحة عندها يعني السلاح الأمن الغذائي والمشروعات الغذائية اللي هي منتشرة في المحافظات المختلفة. طب ليه القوات المسلحة ما تدخلش في سيناء وتبدأ تستزرع أراضي في سيناء؟ لأن عملية الزراعة بيعمل عملية توطين وبيعمل عملية جذب للعمالة اللي هي موجودة، لأن أنا عندي كل فدان بيستصلح ويزرع في سيناء بيوفر فرص كثيرة جدا للعمالة اللي هي موجودة، هيحقق عملية استقرار وتوطين وتشجيع المواطن على أن هو يأتي من المحافظات المختلفة اللي هي موجودة. لكن إحنا سيناء حاليا بنعاني من حاجتين. أولا غياب الدور الأمني اللي هو موجود، ودي حقيقة لا ننكرها على الإطلاق. الدور الأمني مفقود في سيناء وخصوصا في وسط سيناء. وسط سيناء المساحة الشاسعة الممتدة التي تكاد تكون نسبة التنمية فيها محدودة وضعيفة جدا، بتفتقد إلى العنصر الأمني اللي موجود فيها، وبالتالي ما فيش فيها أي نوع من أنواع التنمية. مع العلم أن وسط سيناء فيه من الثروات الكثيرة جدا، لو تم استغلالها هتعمل عملية تنمية، هنقضي على البؤر الإجرامية اللي هي موجودة. بالإضافة لكده إحنا سيناء من 31 عام مر كل الحكومات التي تعاقبت بتدي تصريحات منبرية ورقية لتعمير سيناء، ولم يحدث منها شيء على أرض الواقع بالقدر المأمول للمواطن المصري أو المواطن السيناوي اللي يعيش على أرض سيناء. وبعد الثورة والحكومة الجديدة كذلك تسير على نفس النهج، وعود لتنمية سيناء، ولكن أين هذه الوعود على أرض الواقع؟ يمكن الدكتور مرسي لما إدى يعني ملايين الجنيهات لتنمية سيناء، وصلت حوالي 100 مليون جنيه لتنمية سيناء، أين هذه الآثار على أرض الواقع في تنمية سيناء؟ أنا كمواطن مصري سيناء وأعيش على أرض سيناء لم أشاهد شيء ملموس على أرض الواقع. ويمكن تحدثنا في المرات السابقة ونحن نتحدث في أعياد سيناء في فترات محددة عن تنمية سيناء وتعمير سيناء في شهر إبريل، وأحيانا بيكون قبل الاحتفال بيوم أو اثنين، ويستمر إلى ما بعد الاحتفال 25 26 27، وتنتهي العملية بالكامل. حتى اللقطات الأرشيفية المذاعة من خلال القنوات التلفزيونية قنوات لقطات أرشيفية مسجلة، لكن فين الجديد؟ ما احنا لو في جديد احنا كان الإعلام أظهره على أرض الواقع.
احنا اساسا يعني لما اتكلمنا وقلنا في طرعه السلام والسكه الحديد والحاجات اللي هي موجوده على ارض سيناء لتعمير وتنميه سيناء. حدث ما حدث في الفتره السابقه، لكن بعد الثوره يعني احنا في حاجات اولويات بعد الثوره. اسمح لي هرجع لسيادتك نتكلم على اساس بعد الثوره، ولكن دكتور مدحت منظومة التنمية في سيناء محتاجة ايه يا فندم؟ يعني بقالنا سنين بنتكلم زي الدكتور ما بيتكلم كده، وحكومات متعاقبة بتدي تصريحات على ارض الواقع. باعتبار سيادتك رجل ليك باع طويل جدا في العمل العام، هو الحقيقة يعني هي المشكلة ادارية في الاول. ما كنا عندك مشكلة ادارية زي دي يتكون مجموعة عمل. مجموعة عمل يجب ان ما يتعينوش بطريقة ادارة عموم الزيخ. ان رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية عين صاحبه قريبه والكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان لازم يكون ناس تعينه اساسا. ادارة ايه فندم؟ ادارة عموم الزيغ المسرحية دي. الصوفة وحلو الزيغ مكسر يعني. ولا بدي مية ولا عارف. تمام. فهي لازم يتعمل اول مجموعة عمل. مجموعة عمل دول يجي بالاعلان. ما يجيش بكل واحد عين قريب. محسوبية. بحيث ينزل اعلان من رئيس الجمهوريه مين اللي عنده افكار لهذه المشكله. تمام. يتجمع الافكار واللي منهم صالح يتعمل منهم مجلس امناء. ومجلس الامناء يعين واحد بالاعلام برضك اللي مسؤول عن تنميه سيناء، مش زي دلوقتي جايبين ضابط انا بحترمه كل حاجه. يعني جايز تنمية سيناء ده من زمان من 1980 يعني مش جديد يعني. كل شويه يجيبوا ظابط وهو ما عندوش فكره عن اي حاجه. لازم في اي عمل اداري ناجح لازم يكون سلطه تنفيذيه وسلطه رقابيه والاثنين يكملوا بعض. ده بيغبي. فالمجلس الامناء لازم يكون تطوعا من غير فلوس ولا ما تبقاش سبوبه عشان المنتهزين ما يحاولوش يدخلوا فيها. الناس اللي لهم افكار يتعمل عندهم مجلس امناء. وبعدين هم يعينوا واحد بالاعلان ويختبروا كذا واحد بانترفيوهات ويعينوا واحد رئيس. نعم. تدي فرض ان ده تم يبتدي يشتغل ازاي؟ يبتدي يشتغل. يبقى المحافظ ومدير الامن في مجلس الامناء ومجلس الاداره. ليه؟ عشان ما يبقاش في تهميش للمحافظ. تمام. انا رايي ان سينا دي يتعمل عليها جهازين للتنميه، واحد شمالا واحد جنوب سينا. وبعدين يبتدي المشاريع. اهم في الاستراتيجيه بتاع المشاريع في سينا، بما ان الحكومه ما عندهاش فلوس يبقى لازم لا تعتمد على الميزانيه. يعني تعتمد على انك انت كفايه اللي من اقول لحضرتك يعني. اللي تعتمد على ان دلوقتي الحكومه عملت ترعه السلام. تحت صحاره في تحت غزه اللي كلفت مليارات، عملت طرق، عملت كوبري السلام، عملت نفق الشهيد، عملت كفايه البنيه الاساسيه دي. انت عايز ايه؟ بعد كده اي خدمه يبقى اللي جاي يستثمر هو اللي يدفع ثمن. حتى الخدمات دي اللي اتعملت ترعه السلام وتكلفتها لازم تحمل على الاراضي اللي هي هتتزرع ليها 450 يا فندم يقبلوا ده؟ ما هو المستثمرين طبعا. لا اقول لك اللي حصل. 450 الف فدان دولت جاهزين للترعه خلصانه من اوائل التسعينات. ما تزرعش الا 20 الف فدان فقط. والباقي ما تزرعش لان الحكومه معاش فلوس تعمل استصلاح واستزراع وتجيب شويه شباب بتوع الحزب الوطني زي ما كان بيعمل يوسف والي. ويدي لكل واحد خمس فدان وبعد سنه يبيعهم لواحد فلاح. طيب ما احنا نبيع للفلاح من الاول. هو فعلا الكم الكبير ده ما اتزرعش فعلا؟ هقول لحضرتك. تمام. احنا برضو نتكلم نقول بعد الثوره كان المأمول بالنسبه للمواطن المصري الذي يعيش على ارض سيناء اشياء كثيره كان المفروض ان هي تحقق. لا بس خليني ما ترعه السلام. ترعه السلام. انا هتكلم على ترعه السلام. ترعه السلام ديت حتى الان لم تسير فيها المياه الموجوده للزراعه، رغم انها تم التطهير وازاله كل العوائق الترابيه. ليه ما مشيتش المي فيها؟ هذا قرار سيادي. تمام. يعني احنا صرفنا مليارات على هذه الترعه على مجرى مشيت حوالي 20 لا غير بلوزه حضرتك. سهل قيلة فقط لا غير. لكن باقي سيناء بلوزه ديت بس الثاني معمول حضرتك. بلوزه ليه المي ما اتحركتش؟ ومؤسستك بنيت بيت وما تسكنش. ايه الفايده؟ ايه القيمه؟ هي الفكره لان ما استلحوش الارض. لا يا دكتور بعد اذن حضرتك. تمام. هي الارض
لغاية بلوزة، والحتة الأرض ديت أو المساحة ديت استقطعت وأضيفت إلى محافظة الإسماعيلية. لكن محافظة سيناء أين هي من ترعة السلام؟ المية لم تسير في هذه الترعة اللي هي موجودة، هذه واحدة. إحنا النهاردة طيب أنا بس لو المية مشيت في الترعة في أراضي جاهزة للزراعة، حضرتك النهاردة الأراضي استخدام الطرق العلمية الحديثة بنزرع فوق الكثبان والمنخفضات والمرتفعات الأرضية لنريب التنقيط، ما هوش ري غمر، محتاج أرض مستوية ومسطحة. وبالتالي إحنا الأرض جاهزة للزراعة لو المية صارت في ترعة السلام ديت اللي موجودة. إحنا النهاردة الدولة اتجهت لإيه؟ معذرة يعني اتجهت لتوصيل خط السكة الحديد اللي موجود. صحيح أنا خط السكة الحديد أنا ما عنديش اعتراض عليه، لكن في من هو أهم منه ترعة السلام، تأتي بعد كده مرحلة السكة الحديد اللي هي موجودة. إحنا دلوقتي بنصرف ملايين الجنيهات على إعادة خط السكة الحديد، في حين أن البنية الأساسية موجودة لترعة السلام ومش محتاجة إلا قرار سيادي إن الموية تتحرك فيه. إحنا لو حصل هذا الموضوع هتتم تنمية حقيقية في سيناء وهيتم استصلاح أراضي. هو ده فعلا الكلام اللي الدكتور مدحت بيتكلم عليه، لما يكون في لجنة علمية مشكلة لتنمية سيناء هتحدد الأولويات بشكل حقيقي. زي سيادتك ما بتقول هو الطرق ده شيء مهم جدا ومفيد جدا، وإن يكون في خطوط سكة حديد ده شيء ممتاز، لكن هناك أولويات أولوية تانية في أراضي لابد من استغلال هذه الأراضي. المشكلة على الطبيعي هي المشكلة إن هم بمشيش الماء عشان الأرض مش مسطحة عشان تمشي فيها الماء. فأنا رأيي بلم كل الفروع بتاع الترعة موجودة، يعني هي نزل ماء لكن الأرض عاملة كده ما ينفعش. فيجب إن احنا أولا الحكومة معاش فلوس عشان نصلح بس 450,000 فدان، عايز 30 مليار جنيه. الحكومة مخصصة السنة دي 1,100,000,000 لسينا، فما ينفعش يعني مش يبقى قدامنا 30 سنة على ما نصلح بس. تصليح يعني تبقى ليفلينج، يعني تبقى فايه الحل؟ ان انا ابيع الارض دي للفلاحين، مش هبيعها للجنة. الفلاحين اللي جايين من الدول العربية وهم فلوس مش عارفين يعملوا بها ايه. دليل على كده ان سهل الطينة الخمس السبع فيادين بقوا 1,000,000 جنيه الاسبوع اللي فات. بس عشان بس الكلام يكون هو بس ما هقول لحضرتك الفلاح معاه فلوس يستصلح؟ لا يعني ما هو ويستصلح؟ لا ده هو يساوي الارض بس. طيب يا فندم دي محتاجه مجهود. لا 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 ما الفدان هيكلف 2000 جنيه ولا 1000 جنيه وبعد كده هيزرع هو ويدفع كل حاجه حتى يبقى البنيه الاساسيه بتاعت الترعه على 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 حسابه يسددها على 20 سنه بحيث ان احنا ما نتكلفش ولا مليم. طيب تفتكر ان يا دكتور عبد الرحمن ويبقى في اولويه لاهل سيناء؟ طيب ماشي حتى لو في ده، بس تفتكر ان ده هيكون مجدي؟ احنا النهارده على اساس نعمر سيناء لابد ان يشارك، شارك كل اطياف المجتمع المصري وكل المحافظات في تحرير سيناء في حرب 73. في العبور الثالث الذي نتمنى، احنا اساسا اطلقنا مبادرة في سيناء، اللي بيحب مصر يجي يعمر سيناء، يأتي الى سيناء ويعمر سيناء. احنا النهارده في سيناء في عندنا مشاكل، في بطالة موجودة، وكثيرا ما نسمع عن الاعتصامات اللي هي موجودة نظرا لوجود شباب لا يعمل. طيب انا حل المشكلة ديت، واحنا تكلمنا في هذا الموضوع، سهل جدا لو كان في ارادة وادارة هذه الارادة. ما انا عندي ارادة لكن كيف تدير لا أدير هذه الإرادة بطريقة حسنة أو بطريقة سليمة؟ أنا عندي مشكلة زي المشكلة بتاعت البطالة والشباب الخريج اللي هو الذي لا يعمل. لو جيت أنا أساسا اديت لكل واحد خريج من أي كلية من الكليات الذي لا تستطيع الحكومة أن توفر له فرصة عمل وديته 5,000 جنيه ومضيته على قرار أنه لا يعمل في الحكومة، أولا حضرتك أنا مزارع، بالإضافة إلى أن أنا يعني من أهل سيناء، أنا مزارع وأعرف تكلفة استصلاح الأرض إيه بالظبط، ما هياش بالطريقة العالية جدا لقريب التنقيط. لو أنا اديت الفرد المواطن السيناوي 5,000 جنيه واديت له قرض 5,000 أو 10,000 جنيه على الفدان أو على الفدانين بحيث إن هو يرجعهم تاني وبحيث إن هو لا يعمل في الحكومة والقطاع الخاص، أنا حققت حاجتين وضربت زي ما بيقولوا حجر عصفورين. تمام بالزبط. كويس إن أنا قضيت على المشاكل الموجودة والإنفلات الأمني اللي موجود نتيجة البطالة اللي هي موجودة، حققت اكتفاء ذاتي لين سيناء كما أثبتت الدراسات، ويمكن الدكتور هيأيدني في هذا الكلام، تعتبر الاحتياطي النقدي لجمهورية مصر العربية. احنا عمالين نتكلم خبراء الموازنة والاقتصاد يقولوا ان الاحتياطي النقدي بيتآكل، الموازنة فيها عجز، لا ده سيناء من خلال دراسات ومن خلال بحوث أعدتها جامعات متخصصة أثبتت ان سيناء تعتبر الكنز الرئيسي لجمهورية مصر العربية لو أحسن استغلاله، ولكن احنا لم نحسن استغلال الثروات اللي موجودة في سيناء. دايما بنعمل مؤتمرات
واصبحنا بنتكلم اكثر ما نفعل. لماذا تقدمت الدول لماذا تقدمت الدول الاوروبيه والدول الاخرى وتاخرنا احنا؟ احنا تاخرنا لان احنا بنتكلم اكثر ما بنعمل. اما الدول المتقدمه تتكلم قليلا وتعمل كثيرا. احنا عايزين ديت هي موجوده تطبق على مستوى الجمهوريه ككل وعلى ارض سيناء، لان سيناء هي قضيه امن قومي لجمهوريه مصر العربيه اساسا لو احسننا استثمارها. وفي مقومات كثيره جدا، مقومات سياحيه، مقومات زراعيه، تعدينيه، تعليميه. يعني احنا كنا بننادي وبنطالب، ويمكن من فتره خلال الايام القليله الماضيه، بالاضافه لوجود جامعه خاصه في سيناء وبعض الفروع لكليات جامعة قناة السويس، وضع حجر الأساس لإنشاء جامعة فيروز الفيروز الحكومية في سيناء، فرصة لعملية التنمية اللي هي موجودة. اسمحوا لنا نتوقف في محنة ونكمل مع سيادتك فندم. أكيد أكيد في محاور عديدة. بس عندنا وقفة اقتصادية مع زميلتنا لميس عبد الغني. صباح الخير يا لميس. رحيمة ميرا خبيرة التنمية البشرية في سيناء، والدكتور مدحت خفاجي الأستاذ بالمعهد الدراسات السياسية والاستراتيجية التابع لحزب الوفد سابقا والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، برحب بحضرتكم مرة ثانية. دكتور مدحت، حضرتك قبل نشرتنا الاقتصادية حضرتك كان ليك تعقيب على الحوار، تفضل. هو الحقيقة احنا اتكلمنا الأول على الناحية الإدارية، تاني حاجة ايه المشروعات؟ هما في ثلاث محاور. المحور الزراعي اللي هو في الشمال على طريق السلام 450 ألف فدان، ده ما تمش الا 20 ألف، وده ممكن يسكن 2 مليون ببساطة جدا لو تنفذ. المحور الثاني هو المزارع السمكية البحرية على مية البحر اللي هي بتنتج الجمبري والدنيس والأرز. السعودية عندها 100 ألف فدان مزروعين جمبري جنوب جدة، الامارات عندها 40,000 الفدان، ايران عندها 30,000، تايلاند عندها 12 مليون، الصين عندها 20 مليون فدان. فاحنا عندنا في سهل سينا لما تشوف التضاريس بتاعها تلاقي فيه حوالي 3 مليون فدان منبسطه غرب شرق الخليج السويس وشرق قناة السويس، بره محور، بره منطقة محور قناة السويس التعميرية. يعني كل دي افكار سيادتك بتشوفها ممكن تكون افاق للتنمية. لا هي دي اللي موجودة في التقرير بتاع هيئة الثروة السمكية من سنة 99 اللي يوسف ولا حدفه في الدرج. يعني عظيم جدا. يعني دكتور عبدالرحيم، تاني واحدة اللي هي السياحة. السياحة دلوقتي عبارة عن قرى سياحية على الشاطئ، ومحتلة الشاطئ مع ان الشاطئ ده مش بتاعها. فبدل ما يبقى صف واحد قرى سياحية نعمل صفين وثلاثة واربعة وخمسة ويبقى لهم منفذ على الشاطئ. تمام. لان الشاطئ مش بتاع القرى السياحية دي. بالطريقة دي هنعمل حق انتفاع لهذه الارض مبالغ مليارات لأضعاف اللي موجود من القرى السياحية في اهم منطقة في العالم ليس لها منافسة في الشتاء، في فصل الشتاء، الا جزر المالديف. جزر المالديف على بعد 17 ساعة من أوروبا طيران، دي على بعد 4 ساعات. فدي محور تاني اللي هو محور السياحة. فعندنا محور الزراعة في الشمال ومحور السياحة في الجنوب يتزاد 4-5 أضعاف، والمزارع السمكية 4.5 مليون فدان، 3 مليون في شرق سيناء أو غرب سيناء، ومليون ونص على الساحل الشمالي حوالين بحيرة البحيرية. المزارع السمكية دي 4.5 مليون فدان ده ممكن ينتجوا أكتر من المحاصيل بتاع الدلتا ويتحط عليهم 3 مليون مواطن. فالمشاريع موجودة، بس الناحية الإدارية اللي قلنا عليها اللي هي بره إدارة عموم الزير دي نوقفها. يعني نشوف بقى إدارة تانية غير إدارة عموم الزير علشان يكون في إدارة حديثة اللي هي يعني زي مثلا ما عملوا مناهج الحكومة بروجكت. الإلكترونية ممكن يقول لا الحكومة يعني الإلكترونية وما أدراك ما تشوف. أنا أقول لحضرتك حاجة، لما تشوف إزاي الأمريكا عملت القنبلة الذرية في مشروع منهاتن، هي نفس المنطق اللي أنا بقول. اي مشروع قومي عايز منطق تاني خالص ادارة عموم زي. طيب احنا معنا تعليق على موقع الفيسبوك، برنامج هذا الصباح على الفيسبوك. صديقنا الاستاذ عادل كمال بيقول ان تنمية سيناء لن تحدث الا بانشاء مدن جديدة،
للسكان وتخفيف الضغط عن الوادي والدلتا، بالإضافة لإنشاء المصانع والمشروعات الكبيرة على أرض سيناء. ومن الآخر كده، أهل سيناء أولى بسيناء. بالظبط. دكتور عبد الرحيم، يعني دكتور مدحت اتكلم على مقترحين ماكرو ايكونومكس اسمها، يعني والاستراتيجية. ايوه، احنا عايزين نتكلم عن العقبات اللي بتواجه السياحة بشكل عام في سيناء. العقبات التي تواجه السياحة في شمال سيناء، اول حاجة الامن. لابد ان يتوفر الامن على ارض سيناء. غاب الامن في الفترة الحالية، وخصوصا في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدن. لان انا عندي السياحه، مجالات السياحه في شمال سيناء او في سيناء بصفه عامه، بجانب السياحات الاثريه، السياحات الترفيهيه، السياحه الترفيهيه، السياحه البيئيه نتيجه تنوع المناخ والبيئه ما بين صحراويه وبين ساحليه في سيناء، هخلي في عندي سياحه صحراويه موجوده. لو ما حدثش عمليه امن حقيقي، يبقى السائح مش هيجي، لان احنا بنقول السائح او الزائر حينما ياتي إلى أي مكان يأتيه، بيأتي ومعه أفكار ورؤى معينة، وحينما يعود من رحلته يا إما هذه الأفكار بتزيد يا إما الأفكار بتقل. إحنا النهاردة في سيناء لم يتم التسويق فعلا للنشاط السياحي اللي موجود في سيناء، وهتكلم كده باختصار بسيط جدا على بعض المناطق السياحية الأثرية اللي موجودة في سيناء، ولم يتم عملية التنشيط السياحي بالنسبة لي. وأنا دخلت على طول مباشرة من شرقي قناة السويس امتدادا إلى قرية باروزة. توجد هناك قرية الفرمة أو تل الفرمة اللي موجود. هذا التل فيه أثار فرعونية ورومانية قديمة جدا. بجانب التل في تل آخر، هذا التل وجدت فيه أو اكتشفوا فيه كنيسة تعتبر من أقدم الكنائس اللي موجودة. لكن نظرة واقعية على هذه المناطق الأثرية مهملة، ولم يكن هناك أي نوع من تسوية الطرق المؤدية إليها. طيب إيه هو دور المحافظة في تذليل العقبات اللي بتعرقل السياحة في سيناء؟ تمام حضرتك، إحنا دلوقتي مثلا بيتكلموا على إن المرشد السياحي، إحنا أنا بطالب يكون في ثلاث أنواع للمرشدين، وخصوصا في سيناء. مرشد سياحي للمناطق السياحية، ومرشد اقتصادي للمناطق الاقتصادية أو اللي فيها المناطق الجبلية اللي فيها المعادن والفلزات اللي هي موجودة، ومرشد بدوي ليتعامل مع السياح. لأن السائح لما يأتي إلى أي منطقة ويجد المرشد بتاعه من أبناء المنطقة، ده بيعمل عملية ترويج سياحي للموجود، لأن أنا أقدر على أن أنا أوصل المعلومة للسائح أو للزائر اللي هو موجود، على عكس ما هيجي واحد من محافظة أخرى موجودة. إحنا بنشجع الموجودين، لكن أنا عايز أنشر الوعي السياحي لدى المواطن السيناوي، بحيث أن هو يكون قادر على أنه يتعامل مع السياح، أنه هو يشرح للسائح الطبيعة الجبلية والآثار اللي هي موجودة. أنا عندنا آثار كثيرة جدا في سيناء لم يتم التنويه عنها على الإطلاق، يعني مثلا قصرويت، تل قصرويت، تل الدراويش، المحميات اللي موجودة، محمية الزرانيق، السياحة البيئية التي سجلت فيها حوالي أكثر من 300 طائر نادر موجود، ومساحتها 250 كيلو، دي سياحة بيئية. أنا لو أنا وفرت مرشد بيئي بدوي، بحيث لما الزائر أو السائح يأتي إلى سيناء ويرافقه ويبدأ يشرح له على الطيور اللي هي موجودة، ويقدم له نوع من التراث السيناوي، أنا أعمل عملية ترويج. المحافظة فيها نوع من التقصير للترويج السياحي اللي موجود. أنا عندي لقرب المحافظة من المحافظات المختلفة اللي هي موجودة، ممكن تحدث عندي أنا السياحة اللي هي السياحة اليومية أو اليومين أو الثلاث أيام اللي هي موجودة. لكن عندي معوقات للسياحة. إيه هي؟ تمام، أنا الاتصال ما بين الشرق والغرب بيتم من خلال إيه؟ من خلال بعض المنافذ اللي هي موجودة. نفق الشهيد أحمد حمدي في جنوب سيناء، كوبري السلام عند الأنطرة، المعديات اللي هي موجودة. لكن تعالي شوفي النهاردة إيه اللي بيحدث على كوبري السلام والمعديات. كما لو كنت أنا بنتقل من دولة إلى دولة، ليه أنا ما استخدمش الطرق الحديثة الأمنية الحديثة؟ أنا عايز بس بطرق حديثة أمنية، بحيث إن الزائر لما يأتي إلى سيناء ما يجدش عقوبات موجودة تعرقل دخوله المحافظة وخروجه منها، ولا بنتقل من دولة لدولة، ده أنا بنتقل من محافظة إلى محافظة. كل سنة وحضراتكم طيبين. للأسف وقتنا انتهى، شرفتونا في الاستوديو، وإن شاء الله عم نتكلم السنة الجاية يكون في جديد عن هذا العام. أنا عارف إن وزير التربية والتعليم العالي حط حجر الأساس لجامعة الفيروز في احتفالات هذا العام، خلت الاحتفالات مشاهدينا الكرام
الكرام من زيارة أي مسؤول. سيناء كانت تستحق في عيدها أن يكون على رأس المحتفلين الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، أو على الأقل رئيس الوزراء، حتى يكون هناك شعور بالاهتمام الحقيقي بهذه الأرض الغالية وهذه الملحمة العظيمة في تاريخ مصر كله. أنا بشكركم دكتور مدحت خفاجي، شرفتنا في الاستوديو، بشكرك جدا. الدكتور عبد الرحيم عميرة، كل سنة وسيادتك طيب وشرفتنا. كل سنة وانتم طيبين وشرفتنا.